الجرايد كلها مسروقه، باكو وصلنا حلينا باكو نحسبوا نلقاو فيه 14 كعبه ناقص صريح، هو ينهب ولادو تنهب وصناع تنهب من جهه. نخدمو في التوزيع ماني عايش في ريسك، ما عندك حتى حل. هو حب ياخد خط الجهة، هو الواحد بدا يدخل غاديك بشيخ تبعوه بالكرهبة، عنده ما قالوا كليب كلب في الكرهبة، قعدوا يتبعوا فيه، حبوا يحيلوا معناها السلع نتاعو باش ما يوصلش يفلقها، فهمت؟ في شركة جديدة تجي ترجع جرايدك لا تلقاها ناقصة، لا تلقى أو ناقص باكو فيه كعبتين أو ناقص فيه خمسة، خدمة منظمة ما تتعطلش في الصف، تدخل تاخذ سلعتك وتخرج. بس كده نعطيني هذيك هي راحتي في الخدمة، يزن قوي ونقوم مطلعها متاع الصباح كل يوم، ونزيد نتعب غادي في الماخرة وفي الحاسبين يسل عليا. كي أنا نلقى واحد هكا دوب ما نخلط للدب وناخذ سلعتي ونخرج على روحي، هكا يساعدني خير حتى في التوزيع حتى في التفريق. إن كانوا الصناع ياخذوا علينا غاديك في الجرايد فهمني باش تعطي باش تاخذ شروق، يقول لك خليلي كعبتين ثلاثه زوز ثلاثه باش تاخذ لابريس، يقول لك خليلي زوز هذا ينحي لك زوز هذا ينحي لك ثلاثه في الجديد في القديم. واحد بصراحه ولا معاش خالد ياسر مشاكل، خاصه نتاع المشاكل هذه ضياع الكل تعاني منها. نحن نحبوا عمليه التوزيع ما يكونش فيها محتكر وحيد اللي هو يحكم في السوق كامله، نحبوا ندخلوا معاه كمؤسسات صحفيه نتحكموا معاه في التوزيع. البارح ما تعرفوا عباره على تعليمات او عمليه ترغيب وترهيب، مش ما ياخذوش ما يتعاملوش مع شركه جديده. انا من رايي الشركه الجديده هذا حلم تاع قطاع الصحافه، شركه على اساس مش تقف مع قطاع الصحافه، لانه مش معقول في فتره كما هكا معناها كلفه التوزيع ماشيه معناها وتزيد بطريقه غير عقلانيه وبطريقه غير مدروسه. معناها ماذا بينا نحن الشركه تكون شركه عصريه، شركه عندها انظمه معلوماتيه، شركه تعطينا المعلومه وين نبيعوا وين ما نبيعوش، يلزمنا نزيدوا في السحب تطلعات القراء. معناها هذا الكل معناها موضوع يهم الصحافه المكتوبه، وهذا معناها ما تعرف الصعوبات نتاع الصحافه المكتوبه بعد الثوره والتوجهات معناها في العالم الكل. دونك نحن القارئ بحسابه، الجريده اللي نبيعوها بحسابها، وذاك على شركه توزيع عصريه اللازمه. والشركه هذه راهي ماهيش غايتها الربح، غايتها انها تقف مع الصحافه المكتوبه تكون اكيليبري معناها سوغ لو بلان فينونسي بيان سور، اما ماهيش باش تكون الغايه منها انها تحقيق ارباح.